اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ الصحي، ولما نقول الاكل الصحي بيكون معانا بنحط في الاعتبار ان في صغير وفي كبير وفي ناس بيبقى في العائله وفي الاسره مش عايزين اكل صحي، يقول لك احنا ناكل وخلاه على الله. النهارده الاكل بتاعنا فيه تفاصيل كتيره. هنعمل البرجر النهارده، برجر العدس الاسمر. البرجر معروف لحمه او فراخ احنا كلنا عارفينه، ولكن لما نعمله عدس ابو جيب الاسمر وندعمه بكميه من الخضار بالتاكيد هيكون له طعم تاني. ولكن في تريكايه ازاي اعمل العدس الاسمر برجر، هنشوف مع بعض ازاي، مع الصويا مع الفليفر من البصل من الثوم من البطاطس، حاجات كتيره يعني. معانا النهارده طبق مكرونه سلطه. لما نعمل المكرونه سلطه بنختار المكرونه اللي ذات الاشكال الهندسيه، فمعانا المكرونه الفيونكا احنا سلقناها وجهزناها معانا واخده تبريد مفاجئ بزيت زيتون، هنعملها سلطه بالخضار النهارده وندعمها بعصير ليمون وزيت زيتون. نيجي بقى للحلو النهارده بالجد، هو حلو صحي. الموز دلوقتي انا مش لاقي موز حلو في السوق، يعني ما تيجي عشان ادور على موز اكله في موز اشكال والوان بس مش مسكر. انا بحب الموز دايما يكون مسكر، فهنستغل الموز النهارده نعمله كيكه ونشوف ازاي نخليها بطعم فليفر حلو واخده طعم الفانيليا طعم الشوكولاته. النهارده كيكه الموز النهارده بطريقه بسيطه وسهله، وهتاخد طعم الليمون بما ان الليمون دلوقتي مفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر. مش عايز اطول حضراتكم لان الصحه تاج على راس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي المطبخ بتاعي احوله من مطبخ هيلسي لمطبخ لطيف وجميل وفي نفس الوقت باقل تكلفه ممكنه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نفتح التلاجة نطلع كل المقادير اللي موجود فيها الماتيريال بتاعنا. عندنا عدس النهارده ابو جبه، وعندنا الصويا بودر، وعندنا برغل، وعندنا بطاطس. تعالوا نحول كل المقادير دي مع بعضها لقرص برجر كده فيه كل العناصر الغذائيه. بروتين موجود، كربوهيدرات موجوده، كل حاجه. المقادير على الشاشه. عدس ابو جبه مسلوق ومتبرد في التلاجة، يعني اتسلق بكمون وشويه ملح عصره ليمون وبردناه بعد كده وجاهز معانا. معانا صويا اللي هي الصويا البودر اللي موجوده عند العطار اللي بتستخدم في البرجر، معانا برغل، معانا بطاطس مسلوقه، معانا بصل وتوم وبقدونس مفروم وزيت زيتون. دي المقادير البسيطه السهله. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وحسب الرغبه، يعني ممكن تحط بابريكا، تحط شويه كمون حلوين، لان العدس طبعا بيعمل مشاكل مع الكولون وخاصه البرجر العدس ابو جبه علشان طبعا الالياف بتاعته، فممكن نستخدم الكمون علشان نتلاشى موضوع الكولون ومشاكل الكولون مع البقوليات. ادي البرغل بتاعنا بنطحنه ناعم الاول، ده العنصر اللي هيخلي العدس يمسك في بعضه. خلي بالك ده مطلوب اهو، واخدهم زي دول كده كفايه، ماشي ننزل بهم كلهم كده تمام كفايه قوي. بنحط عليهم بصل مفروم ناعم، شوية توم مفرومين ناعم، ده كله بندعم توم وبصل كلنا عارفين القيمة الغذائية بتاعتهم. معلقة مستردة صغيرة في قلب الخليط ده كده، وناخد ده كله في الكبة يا عم الشيف نطحنه ناعم، ده أهم حاجة ينطحن ناعم كله مع بعضه. حلو أوي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا
الله الرحمن الرحيم. ايه الحكايه هنا بقى؟ ايه الصوت المزعج ده؟ انا هنا خلطت البرغل مع الصويا مع شويه عدس، هي دي الماده اللي هتمسك لي كل الحاجات مع بعضيها. شايفين هو ده كده اهو، تاني اهو بصل وتوم مستردة، ما حطيتش توابل على فكره، وعدس من المسلوق عندي حطيته هنا. استاذنكم تاني، حاضر بس اخلص الكبه، استاذنكم تاني افرمهم فرمه تانيه عشان صوت الخلاط. ناخد اتصال وبعتذر معلش. الو ماشي، طيب هناخد ده كده مع بعضه. شايفين انا عملت ايه اهو؟ ده كده اهو. الله عليك يا عم الشيف، لما تشتغل بمزاج كل ده مع بعض اهو. تقدر تحط قرنبيط، تحط الخضار اللي انت حباه مع الماده المتماسكه دي كلها اللي انا فرمتها، الصويا مع البرغل مع البصل مع التوم، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. لسه في تركية الشيف المغازي، طاسة على النار، الطاسة دي بحط فيها شوية زيت صغيرين كده، بحط شوية زعتر صغيرين على الزيت كده مع بصلية ناعمة. عايز الطعم أنا بقى، طعم كده مع بعضه، فص توم حلو، وأقلب دول كلهم مع بعضيهم. الطعم في قلب الطاسة دي، تحميرة الزعتر مع البصلاية مع التومة مع التشويحة اللطيفة دي كده مع الزيوت بتاعت البهارات الجميلة، إذا كان فلفل أسود، شوية كركم حلوين، كل ده على البصلة بتاعتي عشان ده كله هينضم للخليط اللي أنا ضربته في الخلاط، الكمون، كل دول مع بعض. أصبحت أنا دلوقتي بشم ريحة التوابل الحلوة مع البصلاية والتومة. هتخش دلوقتي على العدس والخليط اللي أنا ضربته في الخلاط من الصويا والبرغل وكل ده، ناخدهم مع بعض كده. يلا أهو ده أهو، الله عليك يا عم الشيف، هي دي التركاية، كل ده مع بعضه كده. تعالوا نقلبه. تفك مين يا راجل يا طيب؟ أنت بتهزر بقى. معانا بطاطسية ناخدها كده اهي، ناخد المستوي منها، حلو اوي. كل الخليط ده بنقلبه مع بعضه. الله، تعالوا بقى نتكلم عن العناصر الغذائية اللي موجودة في الخليط ده. كربوهيدرات موجودة، بروتين نباتي موجود في العدس، وهو طبعا يتصدر القائمة الأولى للبروتين النباتي، العدس بتاعنا المصري الجميل الحلو، سواء الأصفر أو أبو جبة، الاتنين واحد، بس ده طبعا متشالة منه القشور. العدس الأصفر اللي بيتعمل كشري الإسكندراني اللي احنا عارفينه، أو بيتعمل شوربة عدس، وده العدس الأسمر اللي هو بيتعمل مع الكشري. البطاطس كربوهيدرات، البصل والثوم مش محتاجين نتكلم عنه، فصيلة الدرنيات كلها. شفت البرجر؟ تعال نعمل شويه قراص برجر بقى مع بعض بعد التقليبه الحلوه دي كده. انا نسيت حاجه مهمه جدا على فكره، اللي هيقول لي عليها دلوقتي هياخد مكافاه. يقول لي عليها هياخد مكافاه. الله عليك يا مخرج. لا الملح. بس انا حاطط شويه ملح في سلق العدس. خلي بالك تعملوا كنترول على الملح وشويه الكمون. ونقلب كل دول مع بعض تاني. عايزك تعمل البرجر ده النهارده لاولادك، ما تقولهمش ده عدس، هو شبه اللحمه كده في التقليبه دي كده، خلي بالك. بعد ما ياكلوا كده مع شرايح من الجبنه، شرايح من البيض، الكاتشب، زي ما انت حابه، تقدر تقول لهم انا المفاجاه انا مش عدس، مش لحمه، ده عدس. تعالوا مع بعض كده نروق الدنيا ونعمل كام قرص برجر هنا مع بعض على البلانشه دي كده. شويه زيت تقدر تعمليه وتخزنيه في الثلاجه عندك، تستخدميه وقت اللزوم زي اي برجر لحمه او فراخ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فكره يا شيف مغازي، هو شبه اللحمه بس تفاصيله تفاصيل تانية خالص. في عدس، في بطاطس، في بصله حمرتها مع شويه بهارات.
في طبعا استنباط واشكال بتعمل البرجر انا ما بحبش يعني استخدمها، انا بعملها بايدي اهيت، او تعملها بواسطه كيس نايلون عادي بالشكل ده كده. ده برجر العدس، سهل جدا. الاكل النهارده اكل صحي اهو، مفيش دهون، اي دهون هنا في البرجر ده مفيش اهو. وعلى فكره يتعمل وتخزن عادي في التلاجة، في الديب فريزر، تستخدميه مستعجله، ولادك راجعين من المدرسه، راجعين من النادي، عايزين ياكلوا حاجه عادي، في قلب الطاسه بتحمريها، مش عايزه سوى كتير، وبعدين تحطها لهم في قلب البرجر او في قلب العيش مع شريحه جبنه مع بيض مسلوق، مفيش اي مشكله. وجبه صحيه 100%. عندك ابنك وزنه زياده شويه، عايز يخس، عايز يلعب رياضه، اهو الحاجات دي كلها. سيبوني بقى اشكل شويه برجر حلوين، لان النهارده عندي عدد كبير وعايز اعمل شويه سندوتشات حلوين كده، وهناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف نعمل كيكه الموز ازاي، ونخلي الموز بدل ما هو فيه ماده حمضيه او مش مسكر نستغله في عمايل الكيك، نشوف مع بعض ازاي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، وخاصة لما يكون الأكل صحي. العدس أبو جبة بتاعنا الجميل من خير أرضنا عملناه برجر لطيفة يا شيف. طب يا شيف مغزة، لما أجي أعمله إيه المادة الأساسية والعنصر الأساسي اللي هو البطل في الأكلة دي؟ عندك الصويا اللي بتجيبيها من عند العطار، والبرغل، الاتنين مع بعض، والاتنين آمنين يعني، نسبة دسامة مفيش، كلنا عارفين البرغل منتج من القمح الصلب، بيبقى برغل ناعم وبرغل خشن. انت بتجيب البرغل العادي بتاع الكبيبه اللي بنستخدمه في التبوله، بتغسلي كوبايه، معلقه ونص كوبايه يعني تقريبا او معلقتين، وبعد كده تخليهم يبوشوا شويه او ننقحهم شويه، وبعدين نخلطهم مع الصويا والعدس بتاعنا الجميل الحلو. التوابل والبصلايه اللي انا طبعا حمرتها بالشكل ده كده، بناخد ده زي ما هو كده ندخله الفرن يتحمر في درجه حراره 180. تعالوا نشوفوا مع بعض، ندخلوا الفرن كده اهو بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، زي ما هو كده تمام. التحميره دي مطلوبه. هناخد بعد ايه الصوره الحلوه اللي بتسبق الحدث دي. يلا، عايز البرجر بالايه؟ بالخس. حطوا كده لاولادنا بالخس اهوت زي الفل. معنا الخس الكابوتشا، خس البلدي بتاعنا الحلو، شايفه اهي، تحطها على خصيه كده حلوه، مش لازم عيش بصراحه يعني. يعني البرجر بالذات انا ما بحبوش، خاصه لما اكون عامله دايت، اكله مع الخضره. طبق سلطه حلو زي اللي معايا ده كده، طالما في مكرونه يبقى عندي طبق النشويات جاهز هنا اهو بالشكل ده كده، والجرنش مطلوب حلو. قطعي بقى شويه طماطم معاها زي ما انت حابه، والله عايزه جبنه، ممكن في شرايح جبنه بتتباع في السوبر ماركت معروفه كلنا عارفينها، تحطيها على البرجر ده وتدخلها الفرن تسيح، تبقى لطيفه وجميله. ولكن انا مع شرايح الطماطم، شرايح بصل، الكاتشب لاولادك بيحبوا الكاتشب معاه مفيش مشكله، بس العدس عموما مش محتاج الحاجات دي كلها. ممكن تحمصي شرايح من التوست وتقدميها معاها تبقى لطيفه حسب الرغبه، تكتفي بطبق المكرونه اللي انا عامله دلوقتي السلطه يبقى لطيف وجميل مفيش مشكله. دي كلها افكار انك انت تقدري انك انت تقدميها لاولادك، ويبقى الاكل يوم في الاسبوع صحي. اختاري يوم انت حباه، انت رايقه كده تخش المطبخ بتاعك تعملي الحاجات دي بالتفاصيل الصغيره اللي انا عملتها دلوقتي. عندنا طماطم اهيت، البرجر ما بيبقاش برجر غير مع الخس والطماطم، ولادي اتعودوا على الشكل ده اهو. اديمها كده
بطاطس مقليه يبقى كده مش صحي. يعني احنا البطاطس انا حاططها جوه البرجر عشان اللي عايز بطاطس. على فكره مخرج بيقول لي البطاطس المقليه لان احنا بنشوف طبعا في المطاعم يتقدم مع البرجر شويه بطاطس مقليين جنبيها بقى، والبطاطس عليها جبنه وعليها حاجات، ده ملوش علاقه خالص بالاكل الصحي اللي انا بعمله دلوقتي. ده موضوع تاني. زي الفل. في شرايح جبنه هنا اهي، عايزه واحده بالجبنه تحط جبنه حسب الرغبه اهي، وتحطها على البرجر وهي سخنه تسيح حسب الرغبه، ده اختياري برضو. الف هنا وشفا. الحلقه بتاعت النهارده ما فيهاش شغل، لا فيها شغل، فيها خبره طهويه، فيها خبره طهويه. خدت العدس ابو جبه غسلته بعدين سلقته مع شويه ميه مع شرايح من البصل مع شويه كمون، اتسلق بقى مهري، بسيبه يبرد خالص في الثلاجه، ويا ريت تسلقي العدس في كميه ميه قليله عشان ما تصفيش الميه بتاعته، عشان ما ينفعش اسلق العدس وبعدين اتخلص من الميه بتاعته، بالعكس الميه بتاعته كلها بروتين نباتي لطيف وجميل. فكميه سلق الميه او كميه العدس على قد كميه الميه عشان يبرد بنفس الكميه. وبعد كده ضفنا له الثوابت بتاعته اللي هي الصويا مع البرغل عشان يدينا الشكل ده كده، مع بطاطس مهروسه والبصله اللي انا اتحمرتها في قلب الزيت مع تومه مع شويه بهارات، وقلبتهم كلهم مع بعضيهم وعملت كام قرص من البرجر كده، واتستوى في الفرن طلعناه قدمناه من غير عيش مع جبنه مع طماطم مع خيار مخلل حسب الرغبه. عملنا طبق سلطه لطيف وجميل صراحه عاجبني جدا على فكره، المحتوى الغذائي بتاعته كتير قوي، خضروات مفيده في ايام الصيف دي على فكره. السلطه دي بحط في الثلاجه ناكلها كده تبقى لطيفه، فيها عمليه التبريد لطيفه وجميله. تقدر تقدمي معاها بيض مسلوق، تقدمي معاها شرايح من التوست حسب الرغبه. عندك صدر فرخه حلو عايزه تدعميها قطعيه وحطيها عليها جرنش، مفيش اي مشكله. ولكن نقف عند الكيكه الجميله الحلوه دي، عايزه كوبايه الشاي وكوبايه القهوه بتاعتي وبالف انا وشفا، ويبقى احلى افطار لجوزك قبل ما ينزل على الشغل. بوتاسيوم معادن موجود في الموز، بروتين حيواني، بروتين كله موجود في قلب الكيكه بتاعتي، لان العناصر الغذائيه اللي بتحتاجها الجسم موجود في قلب شريحه الكيكه بالموز اللي انا عملتها، ويبقى جوزك اكل الصباع الموز الصبح بطريقه غير مباشره. الصحه تاج عروس الصحه، والوقايه خير من العلاج. مهم جدا يا ست الكل تكتبي على باب التلاجه بتاعتك يوم الاحد من كل اسبوع اكل صحي. ازاي؟ انا اتابع الشيف المغازي بس على القناه الاولى والفضائيه المصريه، واقدر اعمل من الفسيخ شربات من قلب التلاجه، هعمل اكل صحي. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.